شاذلي. دكتور الشاذلي، سأتوقف معك مع بعض ردود الفعل المتباينة حول هذا المقترح، تحديدا مع رد الفعل المصري بما أنك تحدثنا من القاهرة. المتحدث باسم الخارجية المصري السيد حسام زكي قال: بالنسبة للدول التي لا إشكال للعرب معها سينطلق الحوار مباشرة، أما في الحالة الإيرانية فيقتضي التريث، وهذا مرتبط بكل دولة. لماذا جرى تحديدا التحفظ على إيران واستثنائها؟ هو التحفظ الذي أبداه الأخ حسام زكي مبعثه هو الطبيعة الراهنة للعلاقات ما بين القاهرة وطهران. ولكن أنا لاحظت في ردود الأخ محمد حبش أنه يتحدث عن البعد الثنائي، العلاقة السورية مع كل من البلدين. أنا أريد أن أحدد البعد الإقليمي، بمعنى إذا كان لدى القاهرة الآن نوع من التحفظ نحو إيران، فوجود تجمع يشمل المجموعة العربية بما فيها سوريا التي نعلم جميعا أن هناك علاقات طيبة تربطها مع إيران، من شأنه أن يلطف العلاقة المصرية الإيرانية وربما يؤدي إلى تحسينه. وبالتالي أنا أتحدث عن البعد الإقليمي، كما كانت إسرائيل تعمل على إيجاد رابطة إقليمية تنسق وتتوخى المصالح المشتركة ما بين الدول الإطارية والعالم وتخف مواقف من شأنها الإضرار بالمصلحة العربية، أنا أظن أنه آن الأوان للعرب أن ينسقوا علاقاتهم مع الدول الإقليمية. والأمر ليس مجرد تنسيق سياسي كما أشار الأخ محمد حبيب، وهو الأمر له تداعيات اقتصادية أيضا، بمعنى أن هناك وأمنية أيضا، بمعنى أن هناك على سبيل المثال اتفاقية للترانزيت، لتجارة الترانزيت، اتفاقية عربية. أنا أجد أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون أن تنضم تركيا كعضو منتسب في هذه الاتفاقية. هناك اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب. وماذا بالنسبة لإيران؟ أن إيران، أنا أريد أن أتصور مبدئيا أن امتداد هذا التعاون الإقليمي العربي الإقليمي لابد أن يتقرر بنوع من توافق الآراء داخل الجامعة. وبالتالي إذا كانت هناك بعض التحفظات لدى البعض في الجانب العربي، فأنا أجد أن من شأن العملية العربية أن تذيب هذه التحفظات بحيث نتوصل في النهاية إلى توافق. قبل أن أنتقل إلى دكتور محمد حبش في سوريا، أشرت إلى عامل الوقت لابد من التريث. ألا يجب الاستفادة من عامل الوقت يعني وعدم الانتظار؟ يعني نحن في مرحلة حساسة ولا أحد يضمن المستقبل، ومقتضيات التوازن تصب بالتالي في صالح هذا المشروع كما يرى البعض. أنا مع هذا المشروع، أنا مع هذه الفكرة ومؤيد لها. طيب. حتى فيما يتعلق بإيران، حتى فيما يتعلق بإيران، مع تقديري للرأي الذي أبداه الأخ حسام زكي. طيب جيد، سأنتقل من جديد إلى دكتور محمد حبش. دكتور، هناك من رأى في هذا المشروع أنه يجب أولا ترتيب إعطاء الأولوية إلى ترتيب البيت العربي الداخلي، عوضا عن البحث عن روابط إقليمية، وأن هذا سيؤدي إلى تفكيك النظام العربي، فما رأيك في هذا الكلام؟ لا يوجد أدنى تناقض بين ترتيب البيت العربي وبين بناء علاقات صحيحة وإيجابية مع دول الجوار. علينا أن يعني ربما كان هناك حاجة لمزيد من الدراسة حول تكوين هذه الشبكة، أما بناء علاقات إيجابية أنا أعتقد يجب أن يبدأ الآن، ويجب أن يكون قد بدأ من قبل وهو مستمر، لأن هذه الدول دول مؤثرة ولدينا، وأنا أضم رأيي إلى رأي ضيفي من مصر أيضا بأن هناك قضايا اقتصادية أيضا وقضايا في مكافحة الإرهاب، نحن كلنا معنيون بها. طيب وأعتقد أن دول الجوار. طيب دكتور، هناك رفض سعودي للانضمام، تتحفظ بعض الدول العربية، هل القصة قصة رمانة أم قلوب مليانة كما يقول المثل؟ كما تعلمين إيران كانت ضيفا على مؤتمر القمة الخليجي قبل دورتين، وكان هذا مؤشرا مهما. الإخوة في الخليج يؤمنون ويعلمون أن هناك دور إيراني رئيسي. هناك قضايا إشكالية، أنا أعتقد أن وجود مثل هذه الرابطة قد يساهم
في تجلية هذه القضايا الإشكالية وفي إزاحتها. أنا أعتقد أن الإخوة في الخليج يدركون الآن أكثر من الماضي أنه لا غنى لشاطئي الخليج عن بعضهما، وأن العدو المشترك هو في مكان آخر، هو إسرائيل التي تقوم باحتلال الأرض وتقوم أيضا باحتلال الإنسان. لكن أعتقد أن المرحلة الآن مرحلة بناء علاقات صحيحة وإيجابية مع دول الجوار وخاصة الدول المؤثرة هو أمر يجب أن لا يؤجل أبدا. جيد، سأتوقف معك عند هذه النقطة لو سمحت. انضم إلينا الآن من القاهرة مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية الأستاذ هشام يوسف. أهلا بك أستاذ هشام يوسف. المشروع اقترح أن توجه الدعوة الأولى إلى الجمهورية التركية وتوجيه الدعوة الثانية إلى تشاد وتشكل فور قبولهما أو قبول إحداهما رابطة الجوار العربي. هل تشاد يعني بهذه الأهمية؟ ولماذا تم استثناء إيران تحديدا هنا؟ المسألة ليست مرتبطة باسم دولة أو دولتين. المسألة مرتبطة بتصور استراتيجي لتعامل الدول العربية مع محيطها الأفريقي والأسيوي والأوروبي. إيران هناك صعوبات في العلاقات مع إيران، والمطلوب هو وضع العلاقات العربية الإيرانية على المسار الصحيح، لأن هناك بعض الدول التي لا ترى ملائمة أن تكون إيران في مثل هذا الهيكل من البداية. ومن هذا المنطلق تحدث الأمين العام عن البدء ببعض الدول وإرجاء البعض الآخر والتعامل مع البعض الآخر طبقا لتطور الموضوع. لكن المهم هو المسألة، هل يكون لدول العربية سياسة جوار؟ نعم أم لا؟ وما هي صيغة هذه السياسة؟ طيب أستاذ هشام يوسف، هناك من تساءل عن مغزى توقيت هذا الاقتراح. يعني الأمير السعودي هنا في هذا الإطار يستحضرني الأمير سعود الفيصل، قال إن الوقت لم يحن بعد إلى نشوء مثل هذه الرابطة. نحن تحركنا في أطر مختلفة. قمنا بعقد قمة مع دول أمريكا الجنوبية، الأولى عقدت في البرازيل والثانية في قطر والثالثة في بيرو، ثم ستعقد في هذا العام قمة مع الدول الأفريقية، وتم عقد آلية مع الاتحاد الأوروبي وآليات أخرى مع منتدى مع الصين، منتدى مع روسيا، منتدى مع الهند، منتدى مع اليابان، ومنتدى مع تركيا. وبالتالي الجماعة العربية تحركت لتطوير العلاقات العربية مع أطراف دولية فاعلة كثيرة. نرى أن الوقت قد حان لتطوير العلاقة مع دول الجوار بحيث تصبح الدول العربية في مركز القلب من محيطها الجغرافي. هل سنتمكن من تحقيق ذلك أم لا؟